انا بدونك اروح لوين؟ شوف مشكلة انا بدونك اروح لوين؟ شوف مشكلة غني غني في كل شيء. الله الراحل غني محسن شاعر كبير طبعا. غني أيضا خالي همين. قبل ما تربطنا علاقة شعر وكلام، هو علاقتي به علاقة خولة يعني. غني صاحب فضل علي بهواي أمور، يعني ما أنسى هذا الرجل. شكلته ثنائي التسعينات يعني. أحكي لك قصة، موضوع صغير بسيط. بزمن أحبك ما قدرت أخفيه، كنا قاعدين أني وأبو ممدوح كاظم فندي وكريم منصور، تحياتي إلهم. و فمسوي غدا وكذا، وسمعني كاظم، أيضا كاظم إسماعيل قاطع كان الله يرحمه، فسمعني كريم دا يغني بالبيت بالعود وكذا، أحبك ما قلت له كريم هاي من الأغنية؟ قال هذا بس مذهب. المذهب؟ قلت له المن؟ قال هذا المذهب اللي فايق عبد الجليل. وذاك الوقت فايق تعرف انت وضعه رجل. فقلت له زين ليش ما تنفذوها؟ قال المذهب جايبك سعدون جابر، وسعدون ما ينفذ لان ما عنده كلام كامل، والمشكله انه هاي الاغنيه شلون تتنفذ؟ ايش نكتبها؟ قلت له انفذ انا الكلام والاغنيه؟ قال لي كيف تريد. أنا بالمناسبة أجازف، جازفت بالعمل، قلت له طيل المثل، كتب المثل، خبرت غني عشان تعرف أرضي، تليفون أرضي، قلت له أريدك تجيني. إجاني، قلت له ها خالي، قلت له خالي هاي أكو أغنية بها قبل هن تذكر النشأ مزامط مثل ما يقول، وهاي الأغنية كاتبها فايق عبد الجليل دخول الأول، هالشكل تقول، ويردونها أنفذها أنا، أرد أغنيها، مسألة كوبليهات. ذاتك صار أحمد خذها اليوم العصر مثلاً، رجع لي ثاني يوم العصر، جاب لي كوبليهات، ما أعرف، مدى لوني تغير وهذا شيء يكفي، مدى صوتي تعثر وارتجى كفي، أنا معدود. أريد أتباهى في حبك وقل للناس كيف وصلت إلى قلبك، أحبك ويحبك كيف يقدر يا قمر يخفي، بدا ينزل دمع عيني بيوم تغيب، وبدا يكبر جرح روحي وخاطي طيب، تعرف كيف بعت أسرار اللي بصدري، عني الوعي غايب كلك ما أدري، أحبك ويحبك كيف يقدر يا قمر يخفي. خابرت كاظم فندي، قلت له أبو ممدوح هاي شيء كان معقول يا موت هذا الكلام فايق؟ بنفس الروحية، بنفس الموضوع، هذا غني. أنا بدونك، أنا بدونك، مو أنا بدونك الأغنية، مو أنا بدونك الأغنية، غير شاعر كاتبها، كاتبها الشاعر العتابي وملحنها ضياء الدين. سمعت اللحن، الأغنية مبيوعة من غير مكان، بس ضياء مسوي اللحن عليها. فقلت له أوفى، طاني اللحن، طيت الغني، قلت له خالي موضوع هيك وهيك، ماكو يومين جادي أنا بناها على اللحن، بنا أنا بدونك وجاد. فغني مشوار عمر تعبت في الحيل، الله زين غني.